بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تكملة لما قيل في العنصر الآخر، إذا اليوم سنتطرق إلى العنصر الإضافي في درس الجزائر في الوحدة الثانية، المحطات الرئيسية لاندلاع الثورة الجزائرية. إذا سنبدأ بمجازر 8 مايو 1945 التي ارتكبتها فرنسا في حق ماذا؟ الجزائريين، والتي أكدت وتعلم منها الجزائريون درس هو أن ما أخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة، وأدت أيضا إلى حدوث تغيير في مسار الحركة الوطنية، أي انتقلت الحركة الوطنية أو انتقل النضال في الجزائر من العمل السياسي الذي دام من 1919 إلى 1945 أو إلى آخر 54 عفوا، إلى العمل ماذا؟ المسلح، للعمل ماذا؟ المسلح. أيضا النقطة الثانية هي تأسيس المنظمة الخاصة العسكرية، وهي الجناح العسكري لحركة انتصار الحرية الديمقراطية، التي تأسست في 15 فبراير 1947 بقيادة محمد بلوزداد. مهمة هذا الجناح، مهمة هذه المنظمة، هو الإعداد والتحضير للعمل ماذا؟ المسلح كجمع المال والسلاح وتدريب ماذا؟ الشباب المتطوعين ماذا في او المؤمنين بالعمل ماذا؟ المسلح. امثال محمد بوضياف، امثال احمد بن بلة، مصطفى بن بولعيد، العربي بن المهيدي وغيرهم من المناضلين والشهداء الجزائر. النقطة الاخرى ازمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية بين 1953 1954. اذا ازمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية كانت تعرف في 1937 بحزب الشعب الجزائري، ثم الذي كان يعرف بنجم شمال ماذا؟ افريقيا. اذا حزب الشعب الجزائري كنا نعرف بانه تاسس في 37، تم حله وتعطيل نشاطه واعتقال ماذا؟ واعتقال مصاري ما رئيسه مصاري الحاج، وحكم عليه بالاعدام الذي خفف فيما بعد ماذا؟ بالنفي. وايضا البشير الابراهيمي زعيم جمعي او الذي كان قائدا في هذه الفتره لجمعيه العلماء ماذا؟ المسلمين، الذي تم هو ايضا اعتقاله. لكن في 46 تم ماذا؟ اطلاق سراحهم، وطلبت منهم فرنسا العودة إلى الحياة السياسية، فظهر حزب الشعب الجزائري باسم حركة انتصار الحريات ماذا؟ الديمقراطية. الآن ما سبب هذه الأزمة؟ حدثت هذه الأزمة بين أعضاء وبين أنصار ماذا؟ هذا الحزب، وهم المصاليون والمركزيون. المصاليون هم أتباع مصالي ماذا؟ الحاج، والمؤمنون بالقيادة الفردية، أن يبقى هذا الحزب برئاسة مصالي ماذا؟ الحاج. المركزيون يروا عكس ماذا ذلك، قالوا لابد أن تكون هناك قيادة جماعية، أي أن يكون هناك قيادة دورية لهذا الحزب، حتى ما يكونش هناك حكر، وما تكونش هناك ماذا؟ ديكتاتورية ماذا في القرارات. أيضا يؤمنون بالعمل ماذا؟ العمل المسلح. إذا فبدأ هناك شجار طويل بين ماذا؟ شجار طويل بينهما، أدى إلى ظهور ماذا؟ تيار جديد، وهم الحياديون، أي التيار الثوري الذي حمل مسؤولية تفجير الثورة. إذا من خلال تأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل في 23 مارس 1954. مهمة هذه اللجنة هو الإعداد والتحضير ماذا للثورة، وأصبحت فيما بعد في 23 أكتوبر 1954 تعرف بجبهة التحرير ماذا الوطني، التي قادت ماذا الشعب الجزائري، وقاد الجزائر إلى الاستقلال والحرية، والتي قامت بأهم عمل له، هو عقد اجتماع ثم 22 عضو في 23 جوان 54، الذي انبثقت عنه لجنة الستة المفجرة للثورة في 1 نوفمبر 54، وهم مصطفى بن بولعيد قائد الولاية الأولى الأوراس، العربي بن المهيدي قائد وهران قائد الولاية الخامسة وهران وضواحيها، ربح بيطاط قائد الولاية ماذا الرابعة العاصمة وضواحيها، أيضا كريم بالقاسم قائد منطقة القبائل، ديدوش مراد قائد الولاية الثانية الشمال ماذا القسنطيني، محمد بوضيف كان منسق بين قادة هذه ماذا الولاية، ثم بعد ذلك سيصبح منسق ماذا بين ماذا الداخل ماذا والخارج. الخارج كان هناك ثلاث أعضاء جزائريين يعملون ماذا في الخارج بالقاهرة، وهم ماذا أحمد بن بلة وحسين أيت أحمد محمد خيضر. إذا لجنة الست تحولت إلى لجنة ماذا التسعة بعد إضافة الوفد الخارجي ماذا الذي كان موجود ماذا بالقاهرة، والتي عقدت اجتماع في 23 أكتوبر 1954 الذي خرج بالقرار التالي، تأسيس جبهة التحرير، جيش وجبهة التحرير
التحرير الوطني. إذا أردنا أن نعرف جبهة التحرير الوطني وهي الجناح السياسي ماذا للثورة، تأسس في 23 أكتوبر 1954، واللي قاد الشعب قاد الجزائر إلى تصفية الاستعمار وتحقيق السيادة. وجيش التحرير هو الجناح العسكري ماذا للثورة، والذي قام بالأعمال بالعمليات العسكرية ضد العدو ماذا الفرنسي. ثم تحرير بيان أول ماذا نوفمبر. إذا ماذا نلاحظ، ماذا نستنتج؟ إذا من هنا نستنتج بعض خصائص الحركة التحررية ماذا الجزائرية، أنها ذات قيادة ماذا جماعية وليست قيادة فردية كما لاحظنا في الهند الصينية أو في ماذا في كوبا. أنها ماذا، أنها أيضا حركة ماذا، حركة مزجت بين العمل العسكري والعمل ماذا السياسي. العسكري تمثل في جيش التحرير، والسياسي تمثل في بيان أول ماذا أول نوفمبر. الاتفاق على كلمة السر خالد عقبة وبداية الجهاد بكلمة الله أكبر، يعني أن هذه الحركة أيضا عندها خاصية تميزها عن باقي الحركات التحررية ماذا في العالم، أنها حركة ذات حركة جهادية ذات طابع وذات بعد ماذا، ذات بعد ماذا إسلامي. أيضا تحديد، لاحظوا جيدا أيضا تحديد يوم الاثنين أو اختيار يوم الاثنين لإعلان الثورة، لأنه يوم الاثنين هو يوم الذي ولد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول لك أيضا سبقته نهاية عطلة ماذا، عطلة ماذا الأسبوع بالنسبة ماذا للفرنسيين، وبالتالي حتكون الثكنات، حتكون ماذا الإدارات خالية ماذا، خالية من الجند، وهذا سيسهل عملية ماذا الثوار والمجاهدين ماذا الجزائريين. تحديد تاريخ إعلان الثورة في 1 نوفمبر 1954. لماذا تم 1 نوفمبر 1954؟ لأنه يصادف بداية السنة الهجرية وعيد القديسيين ماذا بالنسبة للمسيحيين، وبالتالي حتكون عندهم ماذا أعياد، حتكون عندهم ماذا أعياد، وبالتالي هناك انشغالات، وبالتالي هنا حيساعد أيضا من العمل من إعلان الثورة ماذا الجزائرية. الخطوة أيضا أو النقطة الأخرى التي خرج بهذا الاجتماع، تقسيم الجزائر إلى 5 ماذا ولايات عسكرية، هي المنطقة الأولى وتشمل الأوراس والممشى بقيادة ماذا مصطفى بن بولعيد. بعد استشهاد مصطفى ماذا بن بولعيد ماذا تولى القيادة ماذا هو شيحاني بشير. المنطقة الثانية الشمال قسنطيني بديدوش مراد، بعد استشهاده ماذا في 55 جاء بعده ماذا زيغود يوسف. المنطقة الثالثة القبائل ماذا الكبرى بقيادة ماذا كريم بالقاسم. ثم المنطقة الرابعة تشمل الجزائر وضواحيها رابح ماذا رابح بطاط. والمنطقة الخامسة وهران وضواحيها تشمل عربي بالمهندي. بعد كل هذه الاستعدادات فتم تفجير ماذا الثورة بشن حوالي 30 ماذا هجوما ضد مصالح العدو المستوطنين، أي الثكنات والإدارات ماذا والفرنسية، وأيضا هجموا ماذا على مصالح ماذا المستوطنين، فخلقوا من فانتشر الذعر في أوساط ماذا الفرنسيين. هذا فيما يخص هذا ماذا هذا العنصر. إذا عندنا هنا خارطتين أبنائي الأعزاء، خارطتين لا تشبهان بعضهما البعض. هذه خارطة تقسيم الجزائر ماذا قبل اندلاع الثورة الجزائرية، وهي 5 ماذا ولايات. هنا منطقة الأوراس، وهنا منطقة شمال قسنطيني، هنا منطقة القبائل، هنا منطقة الجزائر وضواحيها، هنا منطقة ماذا وهران وضواحيها. لاحظوا عندنا خارطة أخرى أيضا تقسيم الإداء العسكري ماذا في الجزائر، لكن هذا التقسيم كان بعد مؤتمر ماذا بعد مؤتمر الصومام. لاحظوا منطقة الأوراس تقلصت مساحتها، إذا منطقة الأوراس دائما يبقى الترقيم بداية من منطقة الأوراس 1، ثم منطقة شمال قسنطيني 2، ثم القبائل الكبرى 3، ثم الجزائر وضواحيها 4، ثم وهران وضواحيها 5، ثم هذه المنطقة المستحدثة في عام 1957 وتشمل ماذا الصحراء الجزائرية، وكانت بقيادة ماذا سي الحواس. وشكرا على الإصغاء والمتابعة، وإن كانت لديكم أسئلة أو استفسارات أو إضافات أرجو أن ترسلوها لنا.